بونجور سي سي تو الموند ميزون ميزون ان شاء الله تكونوا كاع بيان. فيرنس فلوكس فيديو جديد، اول مره تشاهد قناه فيرنس فلوكس، مرحبا بك سوف تستفيد كثيرا. اذا فيديو اليوم ساشرح لكم اكثر 15 وظيفه مطلوبه في كندا مع الراتب العام 2023. سابدا الشرح ميزامي. إذا فيديو اليوم سأشرح لكم أكثر 15 وظيفة مطلوبة في كندا لعام 2023 هنا من الموقع الرسمي. هنا لدينا الوظيفة الأولى المطور، وهي وظيفة تقنية. هنا معظم الشركات الكندية تحتاج إلى هذه الوظيفة. هنا لدينا الراتب بين 68 ألف دولار إلى 155 ألف دولار حسب مستوى الوظيفة. لدينا الوظيفة الثانية مدير الموارد البشرية، أيضا هذه الوظيفة مطلوبة جدا في معظم الشركات الكندية، فهي تساعدها في مواجهة التحديات وتبني ممارسة العمل الجديدة. هنا لدينا نطاق الراتب بين 75 ألف دولار إلى 156 ألف دولار حسب مستوى الوظيفة. لدينا الوظيفة الثالثة مهندس ميكانيكي، أيضا هذه الوظيفة مطلوبة جدا في الشركات الكندية. هنا لدينا نطاق الراتب بين 66 ألف دولار إلى 131 ألف دولار حسب مستوى الوظيفة. هنا هذا الراتب السنوي. لدينا الوظيفة الرابعة اللحام لسودور، أيضا هذه الوظيفة مطلوبة جدا في كندا. هنا نطاق الراتب 40 ألف دولار إلى 74 ألف دولار اعتمادا على مستوى الوظيفة. خامسا هنا فني كاتب محاسبة لكونطابل. هنا الحكومة الكندية والشركات الكندية تحتاج إلى مثل هذا النوع من الوظائف بشدة. هنا نطاق الراتب 61 ألف دولار إلى 114 ألف دولار حسب مستوى الوظيفة. لدينا الوظيفة السادسة أيضا مطلوبة، وهي الممرضين، وهي تتصدر قائمة الوظائف الأكثر طلبا في صناعة الرعاية الصحية كل عام. هناك نقص هائل في هؤلاء الموظفين، إذا هذه المهنة أو الوظيفة مطلوبة جدا في كندا. هنا لدينا نطاق الراتب 68 ألف دولار إلى 94 ألف دولار حسب مستوى الوظيفة. لدينا أيضا كاتبة المستودعات، أيضا هذه الوظيفة مطلوبة. هنا نطاق الراتب في الساعة 17 دولار إلى 29 دولار حسب مستوى الوظيفة. لدينا ثامنا مستشار خدمة العملاء، أيضا هذه الوظيفة مطلوبة في كندا. نطاق الراتب هو 43 ألف دولار إلى 74 ألف دولار حسب مستوى الوظيفة. لدينا أيضا وظيفة مطلوبة جدا في كندا رقم 9، وهي السائق لشيفور. فكندا بأمس الحاجة إلى هذه الوظيفة. هنا لدينا نطاق الراتب هو 42 ألف دولار إلى 65 ألف دولار اعتمادا على مستوى الوظيفة. لدينا عاشرا مساعد المبيعات، أيضا هذه الوظيفة مطلوبة في كندا. نطاق الراتب هو 46 ألف دولار إلى 84 ألف دولار حسب مستوى الوظيفة. لدينا الوظيفة 11 مساعد إداري، أيضا هذه الوظيفة مطلوبة جدا في كندا ويزداد الطلب عليها. هنا لدينا نطاق الراتب 47 ألف دولار إلى 99 ألف دولار اعتمادا على مستوى الوظيفة. لدينا الوظيفة 12 محلل الأعمال، أيضا هذه الوظيفة مطلوبة جدا في كندا. هنا لدينا نطاق الراتب هو 62 ألف دولار إلى 142 ألف دولار حسب مستوى الوظيفة. لدينا الوظيفة 13 مشرف الإنتاج، أيضا هذه الوظيفة مطلوبة جدا وهي في مجال التجارة الإلكترونية. هنا لدينا نطاق الراتب 53 ألف دولار إلى 114 ألف دولار حسب مستوى الوظيفة. هنا الوظيفة 14 منسق التسويق الرقمي، وهي وظيفة في التجارة الإلكترونية، أيضا هذه الوظيفة مطلوبة جدا في كندا. هنا لدينا نطاق الراتب 62 ألف دولار إلى 122 ألف دولار حسب مستوى الوظيفة. لدينا مدير مشروع البناء، الوظيفة رقم 15 والأخيرة. هنا قطاع البناء يحتاج إلى مديري مشاريع البناء،
بالتالي هذه الوظيفة مطلوبة جدا في كندا. لدينا نطاق الراتب هو 61,000 دولار إلى 150,000 دولار اعتمادا على مستوى الوظيفة. إذن هذه هي الوظائف الأكثر طلبا في كندا لعام 2023. أتمنى أنكم استفدتم من شرح فيديو اليوم. شكرا على المشاهدة وحظ موفق للجميع.